السلام عليكم ورحمة الله. وصلت باقات الكي جي 2، تعالوا بقى ايه نفتحها كده مع بعض نشوفها وهي متسلفنه كده وزي السكر اهو. بتيجي بقى بتكون عبارة عن 6 كتب ان شاء الله بترتبها على كل مدير توزيع. طبعا انا قافله يعني قافله الايه اسمه ايه ده الكشاف، والنور اللمبة العادية خالص اهو. الكتاب يا جماعة من جوه اهو، تمام. الستوري اللي في اخر الكتاب اتشالت، دي اول حاجه انا خدت بالي منها، الستوري اللي في اخر الكتاب اتشالت، بقى الكتاب من ورا مفهوش القصص بتاعه اللي هم كان السنه اللي فاتت، كان فيه قصص من ورا الكتاب اهو من جوه. طبعا انا قصدي ان انا ما افتحش كشاف ولا حاجه، بس انا لو فتحت هتبان الالوان ازاي واضحه والكتب زي الفل ان شاء الله. احنا الكتب بتاعتنا اصلا بتجيلنا من الوزاره راسا اهو. وكده انا فتحت الكشافه اهوت، والله ما باين فرق. افتح نور الموبايل ولا ايه مش عارفه، او انا اللي نور الموبايل عندي كان مغلق اهو. ده كتاب الكونكت، تمام. الكتب طبعا كلها فيها تغيير. اول حاجه شفت ان الكتاب العربي فيه تغيير، كان الاول السنين اللي فاتت كان فيه من ورا ستوري، الستوري معلش مكتوبه. كتاب الاكتيفيتي طبعا بيبقى دايما ابيض واسود. السنه اللي فاتت كان كتاب الكي جي 1 هو اللي لونه اصفر، تمام. السنه دي الكتاب اللي لونه اصفر المستوى الثاني، ده كتاب القيم، تمام. هو بيبقى عباره عن اساليب حياتيه ويعني حاجات صح وغلط، يعني زي ايه الحاجه بتاعه الاخصائي الاجتماعي كده. ده كتاب الاكتيفيتي، دايما الاكتيفيتي بيكون ابيض واسود، ماشي. طبعا هما 6 كتب اهو، ادي كده 1 2 3 4، لسه كتابين اهم. وهما اول حاجه الستودنت بوك، طبعا شايفين اللمعه بتاعتها اهي، الستودنت بوك من جوه اهي. طبعا يا جماعه عندنا شحن لكل مكان، احنا على دخول الدراسه هنكون خلصنا، ماشي. دي ال كتاب الديسكفري الجديد. طبعا السنين اللي فاتت كان كتاب ديسكفري بيكون اتخن من كده، كان بيكون اتخن من كده. دلوقتي كتاب الديسكفري عامل حوالي تاني عامل رقم الصفحه حوالي 66 صفحه، انا لقطتها قبل ما يقفل، وفي حاجات من جوه شغل بتاعه مختلف جدا. دي باقات الكي جي 2 ان شاء الله من بكره هبدا ان انا اوزع فيها. سيبولي ارقامكم تليفوناتكم، الناس اللي عايزه دليفري، الناس اللي عايزه تيجي تستلم بنفسها تعرفني بس هتيجي الساعه كام. انا بكره شغاله من 12 الظهر او من 12 ونص لحد 9 بالليل، بعد 9 بقى خلاص ببقى انا رحت ما عادش فيه بقى، بستقبل بقى يعني رسائل لليوم اللي بعده. تابعوني ان شاء الله هتجدوا ما يسركم، ونشوف بقى باقات 4.